وللحديث عن استمرار القصف الإيراني على شمالي العراق واستعداد إيران لعمليات عسكرية برية داخل حدود العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف. أهلا بك سيد محمود. لليوم 19 على التوالي تستمر القوات الإيرانية في قصف شمالي العراق، بما تفسر استمرار إيران في قصفها كل هذه المدة من دون رد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أهلا بك، تحية لك يا أخي العزيز والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين جميعا. الحقيقة من أجل أن نفهم ما يجري علينا أن نسأل أنفسنا أولا، ما هي العقيدة التي تحرك سلوك هذا النظام تجاه الشعب الكردي، وكيف ينظر إلى دينيا، خصوصا إذا علمنا أن أكثر من 80% من هذا الشعب هم من أهل السنة والجماعة. ناهيك عن العداء التاريخي اللي نشأ بيننا وبينهم وبين هذا الفكر المنحرف على خلفية ما فعله فيهم هذا الشعب وبقيادة صلاح الدين عندما قضى على الدولة الفاطمية عام 1172 وعاد مصر إلى حضير الخلافة الإسلامية. ومعروف للجميع أن فتاويهم ورواياتهم متجددة دوما وتظهر فورا حال عدائهم لأي فرد أو أمة أو دولة على مر التاريخ، طبعا خصوصا إذا عرفنا أنه من يحكم بغداد الآن هو أحد عملائهم ويوجه النظام بأكمله، فكيف نعتقد أنه يمكن أن يردوا على القصف يعني ويمنعوه مثلا؟ ولديك مثل قريب جدا هو مشاركة كان الفكلاوي في اجتماع البرلمان العربي، وكيف ان جميع الدول ادانت الاعتداءات الا هي رغم انها ممثلة بل اعتدى عليه، اضافة الى قطع من مدة طويلة وحضرتك تعرف كلها جفت وانتهت الزراعة تقريبا على اثر هذا العملية، قطع رافد جميع الانهار تشكل مصدر رئيسي للحياة في الجبهة الشرقية، الجهة الشرقية من شماله الى جنوبه. وتحديدا الاهوار اللي هم للاسف حاربوا النظام السابق لانه سوى النهر الثالث وحاولوا يرجعوه بحجه مظلوميتهم، لكن هم اللي دمروه حاليا وامام انظار الراي العام العالمي كله، رغم علمهم ان قدموا شكوى الى الامم المتحده راح يكسبوها لان توجد اتفاقيات كثيره تاكد حقها. نعم سيد محمود، هذه المياه ومع ذلك لم يحركوا ساكنا. نعم أستاذ محمود، بحسب مصادر صحفية فإن الحرس الثوري يحشد للقيام بهجوم بري على مناطق شمالي العراق، كيف ترى رد فعل الحكومة في بغداد في ظل هذه التطورات؟ والله الحقيقة رد فعل ما يسمى بالحكومة يعني في الغراب، أنت شفت في حياتك قد معتن عليه يذهب مدير جهاز الأمن الوطني إلى الدولة المعتدية؟ أنا طبعاً أعتقد شخصياً أنه رايح حتى ينطيهم أهداف أخرى، ثبتت اللجنة اللي راحت إلى أربيل مثلاً أثناء التحقيق على أساس بحجة وجود مقرات الكيان الصهيوني. الحقيقة هاي جميعها أوراق ضغط على حكومة الإقليم أخي العزيز من أجل أوامرهم، وخصوصاً الآن من أجل تشكيل ما تسمى بالحكومة، ولا تنسى أنهم عندهم حدود مهمة مع الإقليم وهي تسعى دائماً لتأمينها من أجل السيطرة على الأمن الداخلي حالياً خصوصاً بعد انتار الشعب الايراني كله، هذا النظام العجيب اللي كل الكره الارضيه تكرهه، والكره الارضيه ضده، وكل الكره الارضيه ذاقت من ويلاته ومع ذلك الصهيونيه العالميه، ولاحظ من مده طويله جدا بدات الثورات على ما يعمل من انتهاكات للدول العربيه والاسلاميه، لكن مع ذلك لم تحرك امريكا ساكنا ولم يفتح فمه احد. أستاذ محمود، نعم إكمالا لما تحدثت عنها، الوفد المرسل إلى طهران، يعني الحكومة الحالية أرسلت وفدا لطهران كما تعلم لمناقشة استمرار قصف شمالي العراق، السؤال هنا ما الذي يمكن أن يناقشه الوفد في ظل استمرار القصف؟ والله يا أخي كل كردي مسلم شكل خطر على أعمال الشياطين، طبعا في تاريخهم في رواياتهم في كتبهم وموجودة لحد الآن، كل شخص ممكن يطلع عليها. انت حضرتك اكيد من ما كنت تعرف هالشيء، العرب والاكراد هم اعدائهم التاريخيين، يعني هم يدعون حسب تصوراتهم ورواياتهم انه مهديهم المزعوم اللي انا اعتقده ولا عور الدجال طبعا، لما راح يطلع راح يقضي على العرب ويبلش يذبحهم ويغتصب نسائهم وينتهك الاعراض ويسبي النساء. ما الذي تتوقع ان يناقشه الوفد مثلا استاذ محمود؟ عن الوفد، ما الذي تتوقع أن يناقشه الوفد مع الجانب الإيراني خصوصا وأن القصف على شمالي العراق لا يزال متواصلا؟ ينطي نتائج الأحداث اللي صارت ياخذ تعليمات جديدة، ما أعتقد راح يسوي شيء، يعني ما راح يخرج في شيء جديد، أعتقد هي مجرد تعليمات جديدة، لأنه لا تنسى أنت الوفد يحمل نفس الفكر الصافي اللي يحمله النظام الصفوي.
شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف، كنت معنا عبر الهاتف من ديالى.